السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، من ضمن سلسله حلقات نقدمها لكم ولابناء محافظه بغداد بالذات حول بلديات بغداد. طبعا نعتذر من كل الاخوه في المحافظات يقولون شنو بس بغداد، احنا ما لنا حصه. فعلا لكم الحق، ان شاء الله بالتتابع راح تكون حلقات عن محافظاتنا العزيزه عبر استضافة مسؤول إن كان محافظ أو أعضاء مجلس محافظات حول الخدمات في المحافظات، وإحنا بخدمتكم، وهذا جعل البرنامج لأجل هذا الغرض. بعد التواصل مع الأستاذ ياسر القريشي مدير عام بلدية أو مدير بلدية بلديات بغداد، شكرا جزيلا إلى بالبداية لأن أتاحنا الفرصة لمقابلة مجموعة طيبة من الأخوة مدراء البلديات. اليوم راح يصير تركيزنا إلى منطقة يقال عنها المنسية سابقا. أنا زرتها بصراحة في أيام الانتخابات مجالس المحافظات لأول مرة، هناك أقربائنا، وأكيد كل إحنا لابد أن يكون لنا صلة قرابة يجلسون في هذه المدينة الكبيرة في هذه المساحة الشاسعة من منطقة تسمى النهروان. بصراحة شاهدت مأساة حقيقية، يعني مياه الآسنة المجاري، يعني هي يسموها الخارجية، وضع في بعض المناطق مربك، يعني ما بيها خدمات. الخدمات موجودة فعلا، موجودة في الشارع العام في بعض الأطراف، لكن كل هذه التفاصيل يحتاج إلى ثورة حقيقية. هذا الحديث سابقا يعني شفته. يقال الآن هناك تطور حقيقي في بلدية النهروان. شيء يفرح أن يكون هناك عجلة أن تتحرك باتجاه الصحيح. مشاريع سمعناها من رئيس الوزراء، من أخ مدير البلديات، وأيضا خلال اتصالنا وجلستنا قبل هذا البرنامج مع مدير البلدية قال هناك أمور واعدة إن شاء الله لخلاص هذه المنطقة اللي كانت ما قبل السقوط معدمة، والآن بدأت الحركة تدب في هذه المدينة. لهذا طلبنا من السيد ياسر القرشي أن يتفضل لنا علينا بالاتصال بالأخ مدير بلدية النهروان. ففعلا كان باستجابة طلبنا الأستاذ الحاج أحمد معاون مدير البلديات، اتصل بالأستاذ مهند البهادلي أو المهندس مهند داود البهادلي مدير بلدية النهروان، وهو ضيف عزيز علينا اليوم. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ مهند. كل الترحيب بكم أستاذ، والصلاة على محمد وآل محمد، وأهلا وسهلا بك. الله يحفظكم إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. رح نبدأ حلقة هذا اليوم للإجابة على استفسارات المواطنين. بالتالي هاي الأسئلة من عدة هي حديث الناس. أنا كمواطن من أكتب الإعداد أكتبه كمواطن، ما له علاقة أجمل السؤال إعلاميا أو ممكن أحابي محترامي لشخصك. كلكم أنتم مسؤولين، كلكم لكم ثقة، لو الحكومة ما عندها ثقة بكم ما توضعكم في هذه الأماكن. اليوم إحنا خلنا نسأل على حدود أمانة أو بلدية النهروان. بالتأكيد لابد أن يكون لكم حدود إدارية في بلدية بغداد. أولاً احنا نبدي بداية باسم برنامجكم ونقول لكم احنا بخدمتكم. جزاكم الله، احنا بخدمتكم ان شاء الله. واحنا قبل نكون مسؤولين احنا اصلا مواطنين. ومناطقنا احنا مواطنين. فخدمة النهروان يعني بالنسبة لنا وخدمة بغداد والعراق كله واجب وطني مقدس. بالنسبة لسؤال حضرتك، بالنسبة للحدود اللي تبتدأ عندنا من تقاطع الجسر الفرنسي وتنتهي الحد قبل معامل الطابوق نهايه المدينه الصناعيه اخر يعني حدود، يعني بعد العبيدي لا احنا من جسر دياله. جسر دياله وتاخذ يسارا ما تتجه على بس مايه، تاخذ يسارا من جسر دياله. تمام. تكون هاي المناطق اللي تدخل بها بالسياره كلها تابعه اداريا لجسر دياله. ثم توصل لمنطقه الدخول على الجسر الفرنسي. هي هاي النقطة اللي تبتدئ من عندها دخول الجسر الفرنسي، مو للجسر الفرنسي. واضح. اي نعم. فهاي المناطق كلها تابعة لحدود بلدية، تريد اداريا لو بلدية بلديا من تقاطع الجسر الفرنسي
الى معامل قبل معامل الطابوق بمسافه. اداريا اداريا كل هاي المسافه اللي بضمنها تقاطع الجسر الفرنسي ومعامل الطابوق الحد دياله محاذيه دياله نهروان مدينه كبيره محاذيه لدياله. جد مساحتها تقريبا يعني بلديا تطلع يعني 12 كيلو 12 كيلو 12 كيلو. عدد نسمات عندك رقمها؟ 200 تقريبا 250 الف 250 عدد يعني هذا العدد يعني يحتاج الى طاقات كبيره يحتاج طاقات كبيره. احنا بالنسبه انه حتى جهدنا استثنائي تولد نفايات عالي زين مما يؤدي خلينا يصير جهودنا مضاعفه. عندكم عاملين كفايه مثلا اللي يشتغلون؟ لو تعتمدون مثلا على مقاول مثلا؟ لا لا ما عندنا مقاول. احنا حمله التنظيفات طبعا مشكور محافظ بغداد بوظيفته كمحافظ بغداد والسيد مدير بلديات بغداد تقدم لنا حمله تنظيفات حالنا حال باقي البلديات. عندنا يعني عندنا مشكله انه العمال ما يكفون لكن احنا ما نلقى عمال مو لان هم حالتهم غنيه وما يشتغلون بس احنا عندنا نظام الماستر كارد. ونظام الماستر كارد يتعارض مع رواتب الرعايه الاجتماعيه. ولكون النهروان معدمه ولكون الناس اغلبها تقدم على الرعايه فكل عندها رواتب رعايه فمن صار ماستر كارد عامل تنظيفات صار بين خيارين اما يترك حمله التنظيفات او يترك راتب الرعايه. فهو يقول لك انا قاعد ببيتي وعندي راتب رعايه، المن رايح البلديه وجوز يبطلوني وجوز ما اقدر اشتغل وجوز. يا 10,000 مو؟ 13 13,000 13,000 فاحنا نحتاج عمال اكثر لكن لا يوجد عمال. يعني فتحتوا باب التقديم؟ عندي اعلانات هسه دزلك اياها على تليفونك ملينا هالقد ما ندز اعلانات نريد بس ناس تشتغل. سواق نحتاج زين سواق كابسات وكذا ساحبات نعم انت تعرف يعني ممكن بلديات بغداد دعمك المحافظه دعمك بس ما تجيب لك واحد من غير منطقه بس كراويه اكثر من فلوس راتبه خطيه يعني فنحتاج من المنطقه زين جيد هسه انا عرفت هاي المساحه الكبيره وهذا العدد الكبير نعم قدمتوا لهم شيء كمشاريع حققتوا لهم شيء على ارض الواقع استاذ العزيز الاعمال الهندسيه والمشاريع بها صيغه قانونيه. الصيغه القانونيه تقتضي وجود بنى تحتيه. جيد صحيح. وزاره التخطيط ما توافق لك على اي مشروع اذا انت ما عندك بنى تحتيه. فاحنا ظلينا السنين اللي فاتت كلها نحاول الى ان بلطنا الشوارع الرئيسيه كلها. بلطناها مرحلتين. المرحله الاولى عن طريق محافظه بغداد. والمرحلة الثانية الجهد الخدمي والهندسي بلطنا الشوارع المحيطة محيطية مالتنا بس ظلت الفروع كلها ما مبلطة ما مبلطة اكو تبليط قديم لا الفروع كلها اصلا هي تراب وانقاض واطيان فهذا يطلع من تخيل يطلع من الفرع بالسيارة ومجاري ماكو اكو شوارع بها سواقي احنا اشتغلنا ويا الناس بنظام انه يجيبون هم سواقي ونحن نعاونهم بالاليات مالتنا. يعني سبتتين يصير؟ سواقي لا تمشي بها المي. عندنا سواقي بالشوارع فظلت اكو فروع محافظه على نظافته وكلها، فهذا من تطلع الاليه او السياره من الفرع للشارع الرئيسي تلفه. فاصلا الموضوع يعني ما كان الى ان دخل لنا هسه مشروع المجاري اللي راح نسولف عليه. جيد احسنت. هنا الجهد الخدمي دخلكم كل عام مو تمام؟ نعم. اول العام اول عام وهسه صيانه يعني سنه كامله صار له من انجز سنه من كامله من انجز ايه؟ ممتاز شو اشتغلوا وياكم؟ فقط تبليط الشارع؟ هو اول ما دخل الجهد الخدمي توجيهات رئيس الوزراء كان انه الجهد الخدمي يعني الخدمي يقدم هوايه مشاريع لكن اصطدم بالموافقات الجهد الخدمي اصطدم بالموافقات هنا ماكو مجاري ما تقدر تشتغل هنا ماكو مجاري ما تقدر تشتغل هنا كثير من المشاريع رفضت وما قدر الجهد الخدمي في حين قدر يشتغلها ببغداد او باطراف اخرى اللي بيها مجاري واللي بيها في المحافظات في المحافظات قدر ان يبدع بهذا العمل لكن يمنا بالنهروان الناس شافت انه الجهد يعني قدم شيء بسيط اللي هو تبليط لكن هي سياقات ما ممكن انه جهه معينه تعطي استثناء زين استاذ مهند شنو المعرقل ان تسوون بنى تحتيه؟ مشروع المجاري مشروع استراتيجي ما ممكن انه البلديه تنفذه، تنفذه مديريه مجاري محافظه بغداد. والان صار لهم اربع اشهر مباشرين عندنا بالشوارع. نزل مشروع المجاري ولهذا قلت لك راح نناقشه بال في الفقره مالته.
جيد، عندكم مشاريع انجزتوها؟ ماكو بعد، بس هي مشاريع تبليط ما قدر، ما مكبلين. احنا انجزنا تبليط في حين انه ما قدرنا نسوي لا قالب ولا رصيف 100%. ليش؟ لانه هذا يدر بالمال العام. صح، ما قدرنا يعني قانون ما يجوز لكم. يعني انت تدخل مدينه القشار عن بلط بس الرصيف مفلش، فالناس راح تقول لك شوف البلديه شنو هذا الشغل، لكن هي حقيقه ما نقدر نشتغلها الى ان تخلص البنى التحتيه. عندكم زين يعني خطط لمشاريع مستقبليه شلون تنتشرون واقع مدينه نهروان؟ والله احنا خلال اجتماعاتنا وخاصه خلال السنين اللي فاتت وخاصه هاي السنه عندنا يعني مشاريع. احنا بدنا نشتغل بالنهروان على جزئين. الجزء الاول الحلول الانيه اللي بدنا نشتغل بها حاليا حتى نوصل خدمه للمواطن، وخطه مستقبليه. احنا عندنا هواي خطط مستقبليه، منها النقاط اللي ممكن نتناقش بيها. عندنا مدينة علي الوردي، عندنا مقترحات بالنهروان مدن جديدة. جيد، نشرح على قضية مدن. يعني مدينة علي الوردي، شنو مدينة علي الوردي؟ شو راح تسوي مدينة مهامكم انتم كبلدية يعني؟ نعم، مدينة علي الوردي انجاز عملاق جدا، 24517 دونم، 120000 وحدة سكنية بحدائق عمودية؟ لا، افقية وعمودية بحدائقها، بمواقعها الترفيهية، بأبنيتها، متكاملة الخدمات. مدينة عصريا انجزت كما مخطط لها، نتاج 4.5 سنوات من العمل والتصميم. ان شاء الله يعني باشرت الاعمال بها. مدينة جدا جميلة، يعني متكاملة الخدمات ان انجزت حسب التصميم، واكد لان باكر عقب هذا اللقاء راح يدخلوني فاهمين ان انجزت كما هو التصميم. هسه شايفين التصميم عندنا؟ اي لا، مو عارف، يعني اتعهد بالتصميم جيد ولكن التنفيذ ان شاء الله يكون افضل. جيد، يعني نزلت الاليات لو بعد؟ انا شوف الناس ليش تطمئن؟ اذا نزلت الاليات، اذا شافوا عمال، اما على الورق فهي كلها حشك، الناس شبعت. يا امي عن مو طعم بيكم. لا لا لا، مو هي المشكله. ليش اكو عدم ثقه صارت؟ احترام لكل حكومات سابقه، كل شيء على الورق ارقى من دبي. نعم، ارقى من باريس. لا من تجعلت عفوا من تجعلت في الشركه متلكئه عافتها وصارت بقاء ما صار عندنا بالنهروان شيء. لا لا، دا احكي نعم. نعم. العام نعم. 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 دا اتحدث عن حكومات عاقبت لمده 20 سنه بعض المشاريع انجزت صح، خاصة الاستثمارية الأهلية. نعم، استثمار اشتغل ما يخالف، خليك من مشروع المواطن، خليك يا مواطن. أقول لك الشقة ب 400 مليون باطرها كان يطبل عازمنا استعمالنا. لا، إذا صديق عزمنا نقدر يطببونا بالباب ويطلعونا. الحمد لله على كل الحمد لله على كل حال. اللهم نحافظ على إن شاء الله علي الوردي راح تكون مثل بس ماية في متناول الجميع. متناول يد جميل. الناس البسيطة. أهالي النهروان لو تجي مقر أهالي النهروان. والله هلا. أنا ليش ما أكفي أهالي النهروان شرط من شروط السكن، أكفي أهالي النهروان. نعم. ومن ثم أنتقل كمستثمر للبقية. خليني أسولف إن شاء الله. أولاً أنا ملتقي بحضرتك سابقاً مشان عندنا برنامج. أنت من الأشخاص اللي تعطي فرصة للمقابل إنه يوضح. على رأس. أكو بعض الأخوة ما ينطي مجال يقطع الحديث. إيه الله يسامحك. بالنسبة للموضوع أنه كفه للنهروان، أولا إحنا رافعين إفراز 30,000 قطعة، هاي موزعة للناس، هاي موزعة مو راح توزع، موزعة لكن من دثرة معالمها وأكو بيها غير مفرزة. هاي 30,000 قطعة ويا العشرة اللي عندنا المفرزات صرنا 40,000 قطعة، هاي تكفي. وإضافة عندنا مقترحات بالنهروان تصل أكثر من يعني أكثر من 20,000 وحدة سكنية عدا علي الوردي. وكذلك علي الوردي، أي مواطن يقدم داخل النهروان أو خارج النهروان هلبي. يعني ما عندكم معيار بأنه لازم يكون من أهل النهروان؟ يعني من يعني ما عندكم هيك فكرة؟ لا لا، هسه بس ماية من صارت ما قالوا إلا أهل بس ماية، من كل مكان يجي، لان العراقي من حقه ياخذ باي مكان 100%. من اي مكان يجي ياخذ، بس اهم شيء يكون نقدم خدمات لهاي الناس. احنا نريد نقدم خدمات بعلي الوردي وبالمقابل نقدم خدمات للمدينه القديمه.
نريد نخدم المدينة القديمة. والدليل صار لنا سنين دا نشتغل على علي الوردي زين كتصاميم وكموافقات، ودا نشتغل على مشروع المجاري انه جتي موافقات، دا نشتغل على المستشفى بين نعم صادم. فاحنا راح ناسس فد موازنه بين علي الوردي وبين النهروان. واضح لكن تبقى علي الوردي استثماريه اكيد راح تكون حدائق غير شكل، اكيد راح تكون مرافق ترفيهية غير شكل. والنهروان عندنا خطط متنزهات، وعندنا ان شاء الله تسعفنا وزاره التخطيط بالتخصيصات اللي تمد بعملنا وعمل السيد المحافظ وعمل مدير بلديات بغداد. يمتى تنزل اول اليه بالمشروع؟ والله حاليا توجيهات سيد رئيس الوزراء باشرت شركه حمورابي بالتعاون مع مديريه بلديات بغداد ومديريه بلديه النهروان في انشاء شارع داخل مدينه علي الوردي. هذا شارع خارج المدينه يدخل للمدينه يعني يوصل بوابه المدينه. هذا حال شركه حمورابي، وصار تقريبا 10 ايام تشتغل شركه حمورابي واحنا وياهم مشرفين على العمل. فهاي كانت البدايه انه تسهيل عمليه دخول احنا نريد نوفر لهم شارع لان راح تكون اولا راح تجي زيارات من المسؤولين، وثانيا راح تدخل اليات، فلازم شارع لان الطريق كله بزلوه. فباشرنا صار 10 ايام، واليوم معاون مدير عام شركه حمورابي كان موجود والتقيت به، وان شاء الله الامور ماشيه بالاتجاه الجيد. يعني نقول بعد ما توفر كل اللوجستيات يبدا العمل في هذا المشروع. اعتقد بالعاشر راح تبدي. بالعاشر واتوقع يمكن قالوا 4 سنوات تطول الفتره مالته. اصدمك؟ لا بس لا تقول لي 5. اصدمك؟ لا بعد ما تكون زين. 24 سنه 3 مراحل، كل مرحله 8 سنين. اي منتظرين يعني احنا ليش يعني لازم نوضح للمواطن. لا جزاك الله خير على وقتك. لازم نوضح للمواطن الحقيقه. 24 سنه؟ اي احنا صار لنا تصاميم ترى موافقات صار لنا 4 سنين ونص نشتغل من كانت حلم الى ان صارت حقيقه. استاذ ياسر القريشي يركضوا الساده المحافظين ولا رئيس الوزراء ضاعفنا بالجهود، بالعكس عبرنا مرحله جدا بعيد. كانت عليها حقوق وكانت عليها مزارعين مداخلين بالزراعه ما يدخل الاوليات اهم. اي يعني صحيح. فلما حصلناها بامور استثنائيه تحصلت مدينه علي الوردي. شلون تصير مراحل؟ المرحله 3 مراحل. المرحله الاولى المرحله الكبرى اللي هي 8 سنوات، ومن ثم اللي هي شنو؟ بناء كلها نفس المراحل يعني بس مساحات المراحل على المساحات. مو مثل بس ما تكمل بنايات ويسكنون بيها ويرجع يكمل بنايات لا مساحات راح تصير 3 مساحات. هي شنو على الوردي؟ على الوردي اكو مساحات راح تصير قطع اراضي زين بس دائما دارها شوارع وارصفه ومجاري وكهرباء وتكون متكامله. واضح. هاي واكو عموديه واكو مناطق خدمات واكو اسواق. فهاي كلها راح تجتمع. فالمرحله الاولى نقول مثلا مساحه هي 24,000 8,000 او 10,000 دونه، والمرحله الثانيه كذلك والمرحله الثالثه. المشروع الاخر عندنا مقترحات بالنهروان بحدود 10,000 دونه بدنا نشتغل عليها، اللي هاي 20,000 وحده تقريبا بس مو مره واحده يعني. هسه عندنا 10,000 بدنا نشتغل عليها وبدنا هي 10,000 اخرى. السيد وزير الاسكان وسيد رئيس الوزراء ومدير البلديات وسيد المحافظ انه دريد نذلل العقوبات من اجل انه نكون قطاع نوزعها لهاي الفئه اللي قلت عليها الناس المواطنين اللي يعني نريد نوفر لهم قطع حقيقيه. هسه انا عندي 30,000 قطعه موزعه بس جيب اللي يدخل لها ويوصلها. ليش؟ لانه شلون تندل قطعتك؟ ما مفرزه او يعني الافراز مالتها مندثر. اكو مندثره واكو ما مفرزه. بينما انا هسه راح احض القطع من اوزعهن يجي طب يوصل على قطعته ثاني يوم يبني. اي صحيح هسه هذا العمل صحيح. اذا لقيت انا القطعه نعم. بس انا شلون ابني القطعه وبنيه تحتيه ما موجوده؟ راح هذا اني راح توفر البنى قبل ما تصير القطعه. يمتى تباشرون بها البنى التحتيه؟ والله عندنا 1500 دونم باشرنا بها. باشرنا 1500 دونم من الوزاره اجونا يعني خصصوا شركه واحنا نتابع وياهم، والمساحات الاخرى ماتين راح يحيلوها على شركات واحنا وياهم نتعاون. يعني هي بالتتابع ولو تحتك الاساس؟ لا استاذ لا بالتتابع خدمتكم. انا بخدمتكم. الله يسلمك. يعني صار ما نديه بالتتابع القطع. مثلا اليوم سلمتوا الألف مواطن قطع اراضي مثلا، هاي القطع انفرزت،
هذا المواطن من سلمته على المنطقة تبعيني زي انت ما مسوي بنا تحتية. لا هسه بدا وزع هسه ذني الاراضي احنا نشتغل بها شغلتين. الشغلة الاولى انه هذني تابعات الوزارة المالية مو البلدية. وزارة المالية تحولها باسم البلدية. واضح. وثانيا راح يدخل بها احنا اجتي شركة راح تشتغل 1500 دونم. واكو شركة صينية اجتي راح تاخذ يمكن اصور 6000 دونم. هم نزلناها الموقع شافت الموقع ومجرد تصير اجراءات. بس بنى تحتية. بنى تحتية وتحضر الاراضي. اه. يعني تحضرها تكون هاي القطع. جاهزة للبناء. وذا بعدنا مرحلة التوزيع بعد. اه واضح. احنا ما راح نخطئ نفس الخطأ او بعد هذا موضوع التوزيع سلطات عليا يعني احنا بالنسبة لنا مو. لكن احنا نجي هسه نحضر بنى تحتية نحضر اراضي انه مثل ما قلت لك من نوزع له يروح بعد يقدم اجازة بناء ويبني. صحيح. فهذا الموضوع. جي ما عندكم فكرة بناء خارج هاي مدن بما ان المساحة 12 كيلو متر ترى مساحة ضخمة. يعني تبقوا بس بناء لو تبقى مساحات خضراء مثلا عندكم خارج المدن انا دحكي المساحات الخضراء. لا مو انت ايش عندك خليني اقول لك شغله. احنا اليوم استقطعنا على الوردي اللي هي 24000 دونم ونص وصارت لها فد صفه انه علي الوردي حتى صارت بلديه. اوكي؟ جيد. اليوم وطلعنا ذني الاراضي وراح نشتغل عليها افراز. سياده رئيس الوزراء انطل 320 وهاي 320 تدرى اراضي زراعيه دخلت حدود ناكلها. هاي عليها ناس متجاوزه وصارت الان هاي 320 صارت تقريبا بشكل رسمي. زين انت جاوبتنا على سؤال. نعم. اسالك قضيه التجاوزات وقرار الامر الديواني. مو هذا 320 فالقرار جدا ذكي. يجمع بين اولا حد من عدد المتجاوزين لان اكو صور جويه تثبت انه البناء بعد القرار لو قبله اللي صارت بال 2014 يمكن مو الصور الجويه. الصور الجويه احنا اخذنا بالقرار اخر شيء اول عام اخذنا القرار من طلع مال 320 قال الناس اللي بانيه باراضي تابعه للدوله فهذا ممكن تجرد وتملك بضوابط الدوله. فاول شغله سويناها اللي هي الصوره الجويه يعني ممكن واحد هسه ارض فارغه يجيبنيها يقول يلا انا من 320 صح. يقول له لا دقيقه بعد الصور الجويه ما دقيقة الصورة الجوية ما ممكن تزور ولا ممكن تتلاعب بها. نطلع الصورة الجويه مال 2000 مثلا و22 انت ما تاريخ صدور القرار 19/20 واضح. تشوف الصوره الجويه تبع كان موجود فما مشمول مو ضمن الناس اللي قدموا راح يكونون فد لهم فد شيء رسمي. راح نسوي هم مدن جديده بالنسبه لل 320 قرار 320 ممتاز. فهاي المساحات كلها طبعا هو 320 لازم نطلع مكانات للمدارس ولازم نطلع مكان للمستوصف الخدميه ولازم نطلع مكان للخدمات ولازم نطلع شوارع. فانت في خضم هاي كليته انت على كلها تستقطع اراضي ما راح يبقى عندك شيء لهوا يعني. زين هم عندكم بعد نيه توزيع قطع اراضي للمواطنين؟ طبعا ما عندكم نيه بعد. لا عندنا. عندكم. ليش ما عندنا؟ لان ما بدنا نسوي الاراضي. لا خارج يعني خارج المحددات الان انت قلت راح تطلع شركه 1500 وحده سكنيه وبعد اكو شركه صينيه راح تاخذ فد موقع اكبر من ال 1500 واكو مقترح اخر قلت لك ذني اصلا تقريبا حدود 20000 وحده سكنيه. هذا بيع مباشر اقدر انا هسه مواطن من غير منطقه اريد اشتري مباشر من الدوله. ما عندنا بالعراق بيع مباشر. اكو نظام التخصيص اكو فئات. احنا بالعراق ما نبيع مباشر فقط القطع التجاريه والمميزه اللي على شهر 20 مو المميزه اللي اركان. ممكن تبيعها بالمزايده العلنيه ليه ما يصير تخصصها؟ لان انت ما يصير تطل واحد قطعه ب 20 مليون وبصف هاي ب 80 مليون 100%. فذن يبقى القطع يباع عن فماكو بيع مباشر اكو تخصيص. اذا مثلا رعاية اجتماعية او مثلا موظف او مثلا تعملون بيها باي افراز يصير اي تخصيص العفو يصير لازم اكو نسب لازم نحقق النسب بالتوزيع. جميل. احنا مرحلة التحضير الان هسه موضوع التوزيع بعد نحضر اهم ما نجي نوزع نفرح العالم بعدين يجي يلقى قطعته والله ما يقدر يطبلها وتسوى لها مليون ومليونين مثل ما صار. يا صدق هسه اسعارهم بالمليون ومليونين قطع؟ لا قبل 5 سنين هسه 30 وما يبيعون 20 اقل قطعه ب 16 ممتاز بدون ما اشوفه يشتروها ب 16 هيك النهار هون بنفس تسعه اي طبعا
تقدر تسأل هسه انت ورا برنامج واذكرني ببرنامج قول مدير البلدية قال لنا معلومة طلعت مو صحيح. لا شوف ان شاء الله احنا شو نريد يعني؟ اول الناس تاخذ اماكنها الحقيقية وترتاح، وهذا ابسط شيء حقوق المواطن ياخذ يحصل. هو حقوقهم هاي يعني ابسط حقوقهم ايه؟ وخاصة فين موجودة بالنهروان عانت هواية فعلا، وان شاء الله نقدم لهم خدمات افضل فعلا. استاذ مهند انا سمعت عن المدن الصناعية يعني مدينة صناعية. أكو مدينة لو مدينة؟ مدينة. مدينة. 2000 دونة مدينة صناعية من 2012 متلكئة استثمارياً. هيكل؟ هي مو هيكل لا، بيها عدة معامل بس هي ما مكملة إجراءاتها. الآن اتجهنا إحنا والاستثمار إنه لو يكملون أعمالهم هم بدأوا يفعلون يعني حالياً. قبل كان عندهم استثمار 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 يبقى حاله بال 2012 اها اي زياده تاخير منكم كدوله لو منهم والله كل طرف يقعد يذبع على طرف أكيد. لكن هي الكتب والحقائق معروفه بس الان يعني احنا اتفقنا انه نشتغل كنا في سبيل انه ننجح مدينه صناعيه. مدينه صناعيه مهمه لبلديه النهروان ومهمه لبغداد. مدينه 2000 دونه بها شتى المعامل، بما انه علي الوردي قبالها على فكره. احنا عندنا شريط دخل حدودنا صير يمين الشارع، هاي كلها اراضي احنا نحاول نسويها اراضي بعد يعني موضوع اخر ولا ذني. فيهمنا انه المدينه الصناعيه تشتغل، اولا توفر عماله لاهل النهروان. اكيد اهل النهروان هنا راح يكون انه تقييم الا من اهل النهروان، لان اهل النهروان هم الاوجب يشتغلون بهاي المدينه كيد عامله. راح نوفر سلع بأرخص مما نستورد. راح يكون اكو منطقة تبادل قريبة. راح تكون اكو طرق بديلة. على فكرة طريق الحلقي ان شاء الله راح يمر. ممتاز. طريق الحلقي وعندنا ترام خط قطار. ترامب ولا بايدن؟ لا ترام خط قطار. الفرق بين الترام والمترو، المترو يكون سريع، الترام يكون أبطأ. المترو يكون تحت الارض. الترام يكون على الارض يمشي ويا الجزره الوسطيه. هذا يطلع من النهضه يوصل لحد النهروان لحد علي الوالد. الوالد حساب مهند انا حساب مهند لا تخيل شلون القطار. لا حقيقه انا اظل لجنه بي ورئاسه الوزراء بي اخاف من مثل المترو الفرنسي اللي ببغداد. هاي بعد هم اذا ما نفذوا هاي بعد واحد. احنا باللجنه صادقنا انه راح تجي شركات وصادقنا المخططات. يعني مخططات جاهزة؟ جاهز، هو الطريق جاهز، انه جهزنا طريق. عندي فيديوهات اذا تحب تذكرها تنطلق من النهضة توصل علي الوردي والبسماية وللنهروان. مواطن يصعد من النهضة يمر مثلا بمحطات توقف بسيط ويمشي لان يوصل لهناك. بس هو لحد الان يعني كمخطط موجود ورقي بس بالواقع بعد ما مهيئ له. لا هو من الامور المستعجلة والمهمة جدا. بس مو هذه غاده خطوط يعني خط انت من تمده من النهر. هذا استثماري مو حكومي. هذا استثماري، المستثمر راح يجي يسوي كليته وهو راح يجبي من المواطن يجبي انه فراح يكون ناجح. يعني التمويل المستثمر هو يجي كمله بالاوقات المعينه وراح هو يجبي من المواطن. يعني راح تكون عنده محطات على كم سنه؟ والله بعد هسن يعني هذا موضوع بعده بالتخطيط. التخطيط هي تتخذ قرار بس كتصاميم موضوع انجز. ممتاز. يعني احنا شايفين يمكن اكو بريطانيا موجود جابون بالستينات او الخمسينات بالعراق موجودين. موجودين كان مو تمام؟ اي تمام. احنا جابون هسه قالوا اكو شركه صينيه وجابون المخططات الفيديو مال صينيه ومال تركيه ومال فرنسيه ويبقى الاختيار على الأنسب. ممتاز. يعني هذا المشروع يعني إن وفقتم به وطرح على أرض الواقع فعلا هو نقلة يعني حتى أبو بغداد أبو المحافظة أهل العاصمة تستفاد تروح طبعا هسه تروح البس ما تشوفه طريق بعيد بينما أنت تصعد من النهضة ولا سيارتك ولا تعباني وصلك لهناك وبعدين تقعد يم صديق أو شن أو راح يم قرايبك تركب نفس الشيء رجعك للنهضة لا بالتاكيد هو اولا يخفف الزخم مما تنزل بالضبط 100% بالضبط. ثانيا الشوارع انا اشوف اذا بنت هاي المدينه الصناعيه مدينه علي الوردي وكذلك المدن الاخرى هو صار باكج كامل راح تصير شوارع كلها
سهلة وميسرة حتى الحلقي سهلة وميسرة للمواطن. بالضبط. يعني بدل ما أروح أنا أطب للنهروان مثلا من داخل العاصمة باتجاه النهروان تأكل نص ساعة ثلاثة أربع ساعة وين شوية الازدحامات، يعني هاي ممكن بربع ساعة تقدر توصل تنهي الموضوع. جيد. مشروع مجال النهروان. مشروع مجال النهروان مشروع استراتيجي، محافظة بغداد، مديرية مجاري محافظة بغداد. هي تابعة لبلدية بغداد؟ لا، المحافظة بها مديرية ماء بغداد، مديرية مجاري بغداد، مديرية بلديات بغداد وشؤون البلدية. المشروع تابع لمجاري بغداد لكن يعود بالنفع وبالاستفادة إلى مديرية بلدية النهروان، لأن أغلب الأعمال تتوقف الأعمال البلدية على مشروع المجاري. لا ممكن نبلط، لا يمكن أنه نسوي رصيف، لا يمكن نسوي مقرنص، لا يمكن نسوي أي شيء إذا ماكو مشروع مجاري، لأنه ما يطوق موافقة على البنى التحتية. فننتظر إن شاء الله خلال هالخمس سنين يكمل. اتفقنا اتفاق مبدئي أنه الأحياء اللي تكمل مباشر نرفع خطة تبليط، نستحصل تبليط بيه. ليش نظل ننتظر إلى أن يكمل المشروع خمس سنين يلا نبلط؟ فنشتغل أحياء أحياء. هاي الأحياء شو يصير؟ تجد حقيقي لو قطعة قشرة مثلاً؟ لا ماكو قشرة، مواصفات ما بيها قشرة. ليه؟ كون لا، كون البنى التحتية مجهزة مثلاً. لا ماكو، هو تكمل البنى يعني يكملون حي. زين. نرفع خطة. حي حي. نبلطه ونسوي له رصيف ونسوي له مقرنص، تبقى بس مجرد تخصيصات تجي من الوزارة. عندكم فكرة حي حي مو كل المدينة. مو إذا كل المدينة لازم يخلص المشروع ورا خمس سنين ويستلم يلا نبلش. فاحنا نسعى انه نجزء الموضوع اذا جتنا موافقات. بما ان انت مدير بلديه النهروان، حدثني يا ريت عن المستشفيات، المدارس بالنهروان، لان احنا ما عايشين بالنهروان، فانت من المدينه يعني. نعم. من هذه المنطقه، هل هي تكفي؟ هل المستشفيات تكفي ولا يمكن اكو مستشفى لو لا بالنهروان؟ اكو مستشفى التركي 200 سرير بس هذا لا بعد، يعني باعتقادي هو تابع لوزارة الصحة. فباعتقادي يعني يحتاج له، يمكن يجوز يعني كلامي مو 100% بس يمكن 20 إلى 10% ويكمل. يشتغلون بيها هسه؟ اي نعم، وصل مرحلة الغلفة والواجهة والش اسمه تبقى الاستيرادية عندهم، الاستيرادية عندهم وهاي الأمور. هاي تنقل نقلة نوعية صحيا، 200 سرير تعرف انت، مستشفى عملاق، مستوصفات موجودة. احنا نقدم الخدمات البلديه اللي يحتاجوها، يعني يحتاجون تنظيفات، يحتاجون شيء، يحتاجون يعني مرات اكو حملات صحيه يحتاجون من عندنا نطلع وياهم، فاحنا موجودين. لكن يبقى الواقع يعني واقع الصحي بالنهروان يحتاج له بعد. العدد نسباتكم يعني عدد كبير، عدد كبير وتتعرف يعني مناطق الاطراف 200 سرير. نعم. هي ما تكفي لهذا العدد، بس افضل لما يروح للمدائن لو لبغداد. لا بالتاكيد يروح للكندي. لا احنا لو نريد مثلا نطمح للمثاليات طريق، لا تكون اكثر من مستشفى مدينه صحيه لهذا العدد يعني بصراحه. لكن احنا على الموجود حتى 200 سرير هو ما تكفي طبعا، لكن انت بتروح من مدينه بهذا العدد الكبير. نعم. وتكمل هاي الى نقول مثلا اقرب، يا اقرب من بغداد. بغداد هي بغداد وبالازدحام، بالازدحامات والمطبات والشوارع الغير مبلطه، نص الوفيات تصير بالطريق. احسنت. بينما لا اكو اسعاف راسا نوت، والمستوصفات ما تعمل عمل المستشفى بالتاكيد ولا الطوارئ. طبعا طبعا. زين ليش ما عملتوا على قامت مستوصف للطوارئ مثلا؟ ممكن يشتغل 24 ساعه بالتوافق مع وزاره الصحه. هذا العمل تابع لوزاره الصحه. لا لا ما هو راسلتوهم كمسؤولين يعني بلديه بالاتفاق مع المرجعيات الاعلى منكم يعني كمدير؟ هذا تخصص المقاميه ومدراء النواحي. احنا تخصصنا مو هذا، لكن احنا ممكن ساعدناهم هواي، وفرنا لهم اراضي. اها. مستوصف يعني هسه سووا هاي الكرفاني بوقت كورونا. تمام. جهزناهم موقع، استحصلوا موافقه سريعه، جهزنا لهم موقع قدروا انه يشتغلون به. نوفر لهم اراضي اذا ارادوا مستوصفات حسب ما موجود طابع الخدمات اللي عندنا. فاحنا نشتغل بروح الفريق الواحد ويا الكل. احسنتم. مدارس. واقع مرير، واقع مرير.
احنا عندنا حمله توجيه من رئيس الوزراء، هاي صار لها ايام يعني، صار لها كم يوم. اعاده التاهيل يعني هنقدر عليها، تنظيف الساحات، بس تبقى الابنيه هي على وزاره تربية. التربيه وعلى محافظه بغداد، وانجزت هواي عندنا مدارس فتحوها المحافظه بنتها، وبالمقابل عندنا مدارس متوقفه هواي، حتى الحديد مالتها قام يعني تهالك. اي فهاي المشكله هي مو يمنا يعني، يعني هذا الاندثار اكيد يحسب على الشركه. اي طبعا اذا الشركه موجوده مو المقاوله مو يمنا، احنا ما لنا علاقه بها، لكن احنا نشوف اعداد كثيره من الطلاب ثلاثي، اي شفتات وصلت ثلاثي. اي بس احنا بدنا نحاول نوفر لهم اراضي جين ما يحتاجون حتى يبنون مدارس. يعني انتم ما عندكم مانع بمنع الاراضي؟ لا طبعا. اذا جاك مستثمر يريد يبني مدرسه، تدري احنا خلصنا العدد التعليمي خلصناه، هسه قمنا نقول لهم نعطيكم اراضي خدمات، بس هم شلون احنا ما يصير نشتغل اذا مو مجاري؟ هم عندهم وزاره التخطيط، ما يصير اذا مو تعليمي. احنا بدنا نقول لهم نعطيكم يعني بالخارطه عندك ارض مكتوب عليها خدمات، واضح اكو ارض مكتوب عليها تعليمي، يعني لو مدرسه لو حضانه. فاحنا استنفذنا ذني كلها اعطيناهم اياها تعليمي، حجم التعاون اللي تقول عليه. هسه ظل عندنا بس خدمات، ومستعدين نطلب من الخدمات اذا طوم موافقه يبنوا مدارس عليها بعد، لان هذول يعني طلاب اولادنا كلهم يعني. لان هاي مشكله كبيره، هاي مشكله الروتين مشكله. زين ما انحلت يعني مثل ما ضوابط؟ لا ما يخالف هسه فريق الجهد الخدمي بالامر الديواني شكل من مجموعة وزارات ودوائر خدمية، بس مو كل الاستثمارات بحيث وقفت، يعني ماكو شيء اسمه قدرت تعبر. صح ولا لا؟ جاوزت هاي البرنامج، لازم هم يطالبون انه حتى الخدمات اذا ما مانعت البلدية انه يوافقوا لهم. احنا من مانع كنهروان، انا بالنسبة لي ما مانعت الخدمات انه المدارس، وابقي المتنزهات، لان عندي خطة مع المتنزهات ان شاء الله على السنين الجاية ارد اهيئ متنزهات تليق بالنهروان. تدري ما عندنا ولا متنزه؟ هو هاي المنطقه الخضراء سنه كبيره في وقتها. اي احنا نريد نسوي متنزهات كبيره، لكن عائق عندنا كان المي، وما زال مشروع المي انجز، لكن نريد ننتظر ثماره. انجز بالكامل مشروع المي؟ اعلاميا انا ما داخل بي، يعني ما داخل بي حتى اقدر اوضح لك، يعني ما اقدر اتجنى عليها وما اقول ما كامل. بس يعني اذا كان تمام مشروع المي نقدر نباشر بالمتنزهات، تعرف ترفع وزاره التخطيط وترجع للمحافظه، بس احنا نريد نسوي فد مجموعه متنزهات تكون تليق بهاي الناس الاهالي، انه طلع اولاده طلع اطفالهم من حقهم علينا يعني. استاذ ما ادري حجم هذه الاعمال وهذه طموحات بالوصول الى منطقه النهروان الى الافضل يعني تقديم الخدمات، هذا مو فقط انتم من بحثكم بالتاكيد، انت حديثك سلسله من مجموعه دوائر مسؤولة أو دوائر ذات العلاقة، شلون التعاون وياهم؟ شلون تقدر تجمل لي هذا التعاون مع محافظة بغداد الحالية اللي هسه صارت انتخابات وأعضاء مجالس محافظات، وما بين الحكومة المركزية أو الاتحادية؟ والله يعني احنا بالنسبة لنا كبلدية احنا نشوف دائما المحافظة دعمتنا. المواطن ما يلمس هذا الشيء يعني. هو هي مسؤولة عليكم مباشر؟ لا لا هي دعمتنا، هسه احنا حمله تنظيفات من المحافظه. يعني مقصره وياكم ولا مو مقصره؟ هي مو مقصره، بدها تعطينا اللي عندها. يعني هي العدد بدها تعطينا اياه، لكن نقول احنا نحتاج اكثر؟ اي نعم نحتاج. والدليل انه المواطن يحتاج خدمه. صح. نحتاج اكثر بس الضوابط تمنع. انا هسه هم مستعدين يعطوني اكثر عدد من عمال. لكن ضابطة البطاقة ما تسمح. يعني أنا مدى أوصل العدد اللي عندي مع العمال، مدى أوصل إذا رجع أكو مبالغ دا ترجع، لأنه ما عندي هذا العدد من العمال. فهم أريد كابسات، ما عندهم يعني شراء كابسات، ممكن أنه نصلح نجيب من غير بلدية، لكن ما عندهم شراء كابسات. حاليا أكو عقد إن شاء الله يوفروا لنا كابسات، يعني أكو طرق تعاون، بس بالممكن يعني. باقي الدوائر مو فقط مجلس محافظة بغداد او محافظة بغداد، باقي الدوائر يعني وزارة الداخلية مثلا، النفط، هاي اللي لها علاقة بكم. والله انا خلال يعني بالنهروان كل الدوائر متعاونة ويانا. جيد. يعني تخيل احنا بالتجاوزات من نطلع، امراء الافواج الاتحادية والشرطة المحلية، الناس
ما يقصرون، اي مواطن يتجاوز وزارة التجاوز يشيلوه. اي اللي نحكي وياه بتراضي ونقول له يابا لازم ينزيل وما يحكي، اكو ناس متعاونين، اكو لا مثلا يستخدم القوه او شو اسمه، فهم يعني ويانا الناس ما يقولون شيء، يعني اغلب الدوائر متعاونين لان اسلوبنا وياهم جيد، هم يحتاجونه، هم يحتاجونه واحنا موفرين لهم الدعم، فهم هم موفرين لنا دعم. احسنتم استاذ مهند. قبل ان نختم الحلقه عندي امر اريد اطرحه، وطرحته قبل ايام ذيك الحلقه، ذيك الحلقه لا ما طرحته بصراحه، كان عندنا زياره الاربعينيه الامام الحسين عليه السلام، وما كانت عندنا حلقه قبلها والقبلها ما طرحته، وراح اطرحها. شارع عشان مش قلت لحب هذا الموضوع، لا لازم لحب هذا الموضوع، واذا ما صار حل اظل كل حلقه اطرحها. شارع المحاذي لمستشفى شيخ زايد، هذا البيل مطبات مأساوي، مو تمام لو لا مأساوي، يعني العدة حالة مرضية، وإذا بالجمجمة مضروب، ما أعتقد يوصل سالم إلى هاي الطوارئ بسبب المطبات. ماكو مسؤول، كلكم المسؤولين، إن كان بالطرف الآخر من جانب بغداد الرصافة، حتى لو بالكرك ما يروح وزارة الداخلية، ما يروح إلى ملعب الشعب مثلا، ما يروح إلى جوازات، لازم يمر من هذا الشارع. طسات طسات مو مطبات، هو المطبات احنا نقول مطبات، لا مو المطبات اللي نصنعها على ما نقلل السرعة، لا احنا الطسات هاي باسم اليابان الطبيعية، هاي باسم اليابان، هاي باسم اليابان، احنا نعاني يوميا نفوتوا بهذه الطريقة، مو تمام لو لا تتفقوا يا استاذ. نعم نعم، يعني هاي المأساة اللي عايشينها بالذهاب والإياب. نعم يعني أبو الإسعاف من يجي يضطر يخفف، مو بس هاي حوادث، شوية أبو السيارة يكسر يدعم له واحد، يدعم له ولازم يشرد منها لما طبعا مرات جاي ما يدري بيها، مو طريقة اليوم. أنا أعتقد حتى ابتعد عن المسؤول بالدولة، أجو وياكم وأقول احتمال أمانة بغداد متفقة وهي كسرة وعطش لو هي الصناعي، لا 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 هيك ما قلت لك بس ليش عبرتك حتى تدافع، لا لا ما انا يعني خود احكي على ماني، اي لا لا مستحيل، لا هيك يمكن من تبقى أمانة بغداد، يمكن هسه اقول انا كمواطن ماكو مبرر اخر، هو تبليط عم حدلوه بس تجي هاي العادله تحد او تخلوه سب، بس لا تخلون قصب مال هور دوب، سوي دوب حتى نعبر عليها، لان دوبه شويه بس بها شكل مطبات، مو 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 تهز السياره هز، وهذا المريض الموجود يروح الشيخ زايد. اكو حل اسهل، وهو انه الجهه المسؤوله اول انه هو يمكن على طرق الجسور مو على الامانه، لا ما بغداد داخل بغداد، لا مو اكو طرق داخل الامانه بس تابع للهاي الهاي واي، يمكن للطرق والجسور، المهم ان كان للامانه او للطرق ممكن تنفذه، واكو مبالغ بالمرور، انت متحول سيارتي مبالغ الجبايه صيانه الطرق والجبايه المرور، قال لك هذا مو تروح للخزينه الدوله، الخزينه خلي ترجع ما ترجع لي طب الدوله ايش يطلعها، ايش فيك انت اذا تطلبهم والله شيء يبون راسنا يلا ياخذ منهم الفلوس، بس طب الخزينه ما طلعها، طلعها بس نور زاهر على العرض، ليش دخلنا الموضوع؟ عمي يا رئيس الوزراء الله بخير عليك محمد الشاع السوداني، دولة رئيس الوزراء الظاهر هسه تعت بين الطرق الجسور وامانه بغداد، عمي انا وقع برقبتك تسويها لو ما تسويها، بلطوا هذا الشارع وشارع نفق الجيش اللي هو الزخم مالته يوصل للجسر الثاني اللي بنيتوه لتسهيل عملية وفك الازدحامات، صارت الازدحامات بسبب المطبات اللي ينبو وزارة النقل. ممكن مداخلة؟ تفضل. طبعا طرح كلش جميل وجيد، الله بس سيد رئيس الوزراء أنا لاحظت هذه اللحظة يقرأ كل يعني عند يخصص له وقت ولو مشغول أغلب الوقت يشوف التعليقات، فمجرد أنه تكتبون صدق راح يوجه الجهات المعنيه، هذا ابو عباس ابو فاضل والله بالليل يخابرون على شغلات واصل السيد رئيس الوزراء ونروح عليه، دعتك رئيس الوزراء مشكل رصد بمكتبه، مكتب رئيس الوزراء براس الوزراء لكل القنوات اللي تتابعها، وحكينا وحكينا وصار لها اربع حلقات نحكي وماكو فايده، على العموم جزاكم الله خير الجزاء،
ما قصرتوا وما سويتوا شيء لحد الان، لكن افضل كل اسبوع احكي بهذا الموضوع، اللي ما يقدم خدمه لبلده لا خير به. شكرا جزيلا استاذ مهند. شكرا جزيلا لك البهادي المدير بلديه النهروان، زاحمناكم خلينا نروح. لا بالعكس، شكرا جزيلا لكم، خليتونا نوضح للمواطن هوايه من الامور. الله يحفظكم، ممنونين. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. في ختام الحلقة قبل تحية كادر البرنامج أنا معدوم قدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 9 مساء. في أمان الله.